السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. رجعنا لكم في فيديو جديد، وكالعادة ديما نجيكم بالجديد. اليوم في هذا الفيديو راح نحكوا على موضوع جد مهم. شكون فينا اللي كيشرى هاتف ما قالوش صاحب المحل شارجي الهاتف تاعك 6 سوايع؟ هذه كامل صرات لنا خاوتي اللي نشروا هاتف ويقول لك صاحبك ولا صاحب المحل لازمك تشارجيه 6 سوايع باش ما تفسدش الباتري ولا باش ما يفسدش الهاتف. اليوم في هذا الفيديو باذن الله راح نوضح هذه النقطه ونحكوا عليها مليح، وايضا نقدم لكم بعض النصائح اللي راح تفيد باذن الله باش تحافظوا على البطاريه تاعكم باذن الله. وقبل ما نبداو ما تنساوش دعموا خوكم يعقوب بليجام باش نواصل في نشر هذا المحتوى. يا خاوتي ماكم خاصين والو، ادعموني بليجام وانا نتهلا فيكم بالفيديوهات. ما نطولش عليكم فلنبدا على بركه الله. الحكاية تاع تشحن الهاتف تاعك 6 سوايع كي تشريه راهي ما كانش منها في وقتنا الحالي مع الهواتف اللي راهي تخرج حاليا، لكن كانت كاينة قبل عدة سنوات، لأن بطاريات الهواتف اللي كانت قبل عدة سنوات كانت مصنوعة من النيكل خاوتي، لكن البطاريات تاع الهواتف الحديثة مصنوعة من مادة الليثيوم، وكاين فرق بزاف بين مادة النيكل ومادة الليثيوم. والحكاية تاع تشحن الهاتف تاعك 6 سوايع كانت تنطبق على الهواتف اللي مصنوعه البطاريات تاعها من ماده النيكل، ولكن حاليا ما هيش تنطبق على الهواتف اللي مصنوعه من الليثيوم. تقولوا لي علاش؟ لان الهواتف اللي كانت البطاريات تاعها مصنوعه من ماده النيكل كانوا يجيبوها بكري خاوتي قبل عده سنوات، كانوا يجيبوها للجزائر يعني ويطولوا في الشحن تاعها، يعني يطولوا باش يجيبوها ويزيد يجيبها يعني صاحب المحل ويحط الهواتف في المحل يطول باش يبيعها، يعني ماشي كما الهواتف تاع الان يجيبها يبيعها يعني شهر ما يطورش شهر يبيع الهواتف اللي عنده. المهم كانوا يجيبوها ويخليو الهواتف اللي مصنوعه البطاريات تاعها من النيكل يخليوها يعني في المخازن تاعهم ولا في المحلات، وتطول عندهم شهر شهرين ثلاثه، يعني تطول في الشحن وتزيد تطول في المحل حتى تفقد ما يصل الى 20 من 15 حتى ل 20% من البطاريات، يعني كل شهر تنقص ب 20% حتى تصل لمرحله الخمول. على بها خاوتي يقول لك لازم تشارجي الهاتف تاعك 6 سوايع باش البطاريه ترجع للقيمه تاعك وترجع للحاله المثاليه تاعها، لكن في البطاريات الحديثه اللي مصنوعه من الليثيوم تنقص فقط ب 2%. ما تخلي الهاتف تاعك شهر ولا راح تلقاه نقص ب 2% ولا فقط، يعني اذا خليت الهاتف تاعك طافي لمده شهر ولا راح ينقص بحوالي 2% ولا 3% فقط، يعني ما ينقصش بزاف كما الهواتف اللي مصنوعه البطاريات تاعها من ماده النيكل. هذه هي الحكاية تاع تشحن الهاتف تاعك 6 سوايع. الآن خوتي في الهواتف الحديثة اشحن الهاتف تاعك 100% وفقط، أصلا راح يكوبي كي يوصل 100% يكوبي وحده. وهذا ما كان خوتي، الآن راح نعطيكم بعض النصائح باش تحافظوا على البطاريات تاعكم. وأي شخص يقول لك لازمك 6 سوايع ابعث له هذا الفيديو باش ما يزيدش يقول لك 6 سوايع أصلا. كما قلت لكم خوتي الآن نعطيكم بعض النصائح اللي راح تفيدكم بزاف بإذن الله في الحفاظ على البطاريات تاعكم. النصيحة الأولى واللي ديما نقعد نعاود فيها، ما تخدمش بالهاتف تاعك وهو في الشاحن. والأكثرية أصحاب الألعاب يعني اللي يلعبوا ألعاب بزاف يخلي الهاتف تاعو في الشاحن ويلعب به، هذا الأمر راح يهلك لك البطارية. وعلى بالي كاين نسبة كبيرة من اللي راهم يتفرجوا في هذا الفيديو راح يتفرج في الفيديو والشاحن يعني راكب في الهاتف تاعو. نقول لك خويا ولا أختي نحي الهاتف تاعك من الشاحن، هذا الأمر راح يهلك لك البطارية. يا نحي الهاتف ما تحشمناش، أنا نقصر برك. المهم خوتي هذا الامر راح يهلك لكم البطاريه، وما ننصحكمش انكم تخلوا الشاحن في الهاتف تاعكم وانتم تخدموا به. نصيحه اخرى، ما تخليش الهاتف تاعك يهبط اقل من 20%. ديما خاوتي كي يوصل بين 20 حتى 30% شارجيه، وايضا ما توصلوش 100%، يعني كي يوصل بين 80 ل 90 نحيه، ما تخليهش يوصل 100%، لان كل بطاريه عندها دورات حياه، يعني كي يوصل 100% راح تحتسب الدوره، واذا ما وصلتوش 100% ما راحش تكون هناك دورة، وهذا الامر راح يساعدك باش يعني تحافظ على البطارية تاعك وتحافظ على مدة حياة البطارية تاعك. يعني البطارية تاعك في 15 يوم ولا اشحنها 100% مرتين ولا ثلاثة فقط، هكذا باش تحافظ على البطارية تاعك، لان هذا الامر راح يخلي البطارية تاعك ترتاح وتزيد في العمر تاعها باذن الله.
والجماعه اللي يخلوا الهواتف تاعهم في الشاحن ويركضوا، نقول لكم البطاريه تاعكم راح تلاشي وما راحش تولي تحكم لكم خلاص. راح تقولوا لي علاش؟ لان الهاتف تاعك كي يوصل 100% راح تكتمل دوره. على بالي تقولوا لي راهي كوبي كي يوصل 100%، هذا الامر على بالي به، لكن راح تحتسب دوره. اليوم دير دوره وغدوه دوره وغير غدوه دوره، يعني كل يوم دوره كل يوم دوره، رايح تهلك البطاريه تاعك وراح تلاشي. يعني هذا الامر مؤكد منه باللي ما راحش تولي تحكم لك مليح. يعني الجماعه اللي يركضوا ويخلوا الهاتف تاعهم في الشاحن، نقول لكم هذا الامر راح يضرب البطاريه تاعكم. على بالي راح تقولوا لي راه يوصل 100% ويكوبي، هذا الامر على بالنا به باللي الهواتف الحديثه توصل 100% وتكوبي، لكن كل يوم الهاتف تاعك يوصل 100% يعني راح يدير دوره، وغدوه راح يدير دوره، وملي من وراه راح يدير دوره، راح تهلك البطاريه تاعك وما راحش تولي تشد لك خلاص. يعني كي يوصل الهاتف تاعك بين 80 حتى 90% نحيه من الشاحن، هكذا راح تحافظ على عمر البطاريه تاعك. ومن الاسباب الرئيسيه اللي تخلي البطاريه تاعك تضعف انك تستعمل شواحن غير اصليه. وكاين ناس بزاف وين جاه يحط الهاتف تاعو مثلا يروح لكاش سيبار ولا لكاش كاش محل ولا يحط الهاتف هو وين جاه، يعني يستعمل اي شاحن حتى ولو كان غير اصلي، هذا الامر راح يضرب البطاريه تاعكم. ننصحكم خاوتي استعملوا الشواحن الاصليه، يعني اللي جا معاه في البواطه ولا اذا فسد لك ولا، تقدر تشري شاحن اصلي هكذا باش ما تضرش البطاريه تاعك. وايضا كاين امر مهم، الناس اللي عندهم يعني سيارات ويحط الهاتف تاعو يشارجي في السياره، هذا الامر راح يضرب الهاتف ايضا وراح يضرب البطاريه. ما ننصحكمش انكم تحطوا الهاتف تاعكم يتشارجا يعني في السياره، هذا الامر راح يضرب البطاريه تاعكم. هذه هي اهم النصائح اللي قدمتها في هذا الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. واللي عنده اي استفسارات ولا حط لنا في التعليقات تاعكم وراح نجاوبكم بإذن الله. بقالي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد. سلام.